نهى عابدين تتصدر ترند جوجل، والاكتئاب جعلها تعتزل الفن. عملت الفنانة نهى عابدين في الفن لمدة 13 سنة، لكن تصدرت الترند خلال الكام ساعة اللي فاتوا بسبب ان تحدث حد من اسرتها ان الفنانة اعتزلت الفن ولن تعود اليه من جديد بسبب الاكتئاب. واخر مسلسل شاركت فيه الفنانة نهى عابدين هو مسلسل العتاولة. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.